السلام عليكم، انا شيف شكر وهعمل معكم النهارده نوع بسكوت جميل جدا جدا، او شايفين شكله وطعمه جميل وحاجته موجوده في البيت، وان شاء الله تجربوه وتعجبكم ونتيجته مضمونه 100%، مش محتاجه اي حاجه. على بركه الله نبتدي الشغل. عندي بيضتين عليهم سنه فانيليا، عندي 420 جرام دقيق، 7 جرام بيكنج باودر، 80 جرام عسل نحل او شربات تقيل، 100 جرام سكر و100 جرام زبده. هبدأ ان انا اخلط البيض مع الفانيليا، بس مش بضرب ولا حاجة، انا بخلط المواد دي ببعضها. حطت عليهم السكر واقلبهم كويس في بعض، احنا بنقلب بس مش بنضرب لحاجة. وعليهم الزبدة، نحط عليهم كمان الزبدة. الزبدة تبقى طرية علشان تخش في الخليط على طول، تبقى طرية يعني في حرارة الجو اهيت. بالمعلقة هتعمليها، بمضرب سلك هتعمليها. انا جنب المضرب فهستعمل المضرب الكهربائي بس ادخل الموضوع في بعضها، مش هياخد معايا دقيقة يعني. طالما المضرب موجود خلاص مفيش مشكلة. دي دقيقتين بكتير كده وخلاص، ان انا بخلط بس مش بضرب لا ده ولا ده. ادي كده تمام خلاص، ارفع المضرب اقلب الخليط في بعضه زي ما انتم شايفين اهو، تقلبه كويسه. احط عليه العسل النحل 80 جرام، ما فيش عسل يبقى شربات تقيل اهو، واقلبهم كويس، واحط البيكنج باودر على الدقيق. نقلب البيكنج باودر في الدقيق، دي خطوة معتادة عادي اهوت. وابدأ ان انا احط الدقيق على البيض، احط نص الدقيق الاول او ربعه، واقلب كويس علشان الزبدة تعجن مع الخليط. قلب كويس لحد ما تخش كلها ببعضها، وابدا ان انا بعد كده اكمل ببقيه الدقيق. احط بقيه الدقيق كله، وابدا ان انا بعد كده اقلبها بقى بايدي لحد ما العجينه تعجن. العجينه هتعجن معاكي، اعجني كويس، العجينه هتعجن معاكي لان المقدار مظبوط جدا، مش محتاج اي حاجه. بدات تلم العجينه اهيت، بنعجن اهيت، بدأت تنضف جنب البول اهيت، لمت كلها في بعضها اهيت، خلاص كده العجينة خلصت. هنطلعها من البولة بتاعتها، نحطها رش الدقيق صغيرة خالص، وهلف العجينة لفتين كده مش اكتر من كده. هي مش محتاجة دعك كتير لان هي لمت بعضها على طول اهيت، وهسيبها تستريح 5 دقايق بس. الدقيق يستريح عرق ويستريح 5 دقايق، هي لا فيها خميرة ولا فيها اي حاجة، هي فيها بيكنج باودر. استريحت 5 دقايق، هنبدأ بقى ايه نقطعها. نقطع حتة صغيرة تتلف زي الرول كده، ونبدأ ان احنا نقطعها حجم الليمونة الصغيرة اهوت. موضوع سهل خالص، ما مش هياخد معاك اي حاجة، حتى السوا بتاعه ما بياخدش حاجة في الفرن. اخد الحتة على ايدي، عندك المقطع ده اشتغل عليه، ما عندكش المقطع ده اشتغل على الشبكة بتاعت الزيت، اعمليها على ظهره اهيت، وفي الصينية عندك ده ولا ده اعملها بالشوكة اهو. عجينة جميلة جدا وريحتها جميلة وانت بتشتغل فيها اهيت، تكة صغيرة على المقطع ده وخلاص. اهو تفرط ما شاء الله
لما طاقتك صغيرة. متشكرين، احنا كده خلاص خلصنا. خلاص اكمل ونرجع تاني. كملنا خلاص، عود على الفرن على طول. ادي التخن بتاعه على الفرن على طول على 180 درجة في الشبكة اللي في الوسط، هياخد ربع ساعة بكتيره هيكون استوى. خرج من الفرن اهو زي ما انتم شايفين، شكله جميل وطعمه جميل جدا على فكرة. اهو زي ما انتم شايفين سخن، لسه هنسيبه يبرد ونشوف الدنيا هتمشي ازاي بعد كده. برد خلاص، رصناه في الطبق. ادي شكله بسكوتة خفيفة خالص وهشة خالص وفاضية من جوه اهيت. ادي واحدة اهيت، نكسرها نقرب خالص للكاميرا اهوت، لان عايزكوا تعملوا النوع ده، لان كل سنة بنعمل النشادر وكل سنة بنعمل اللانكشاير وكل سنة بنعمل، فنغير سنة من السنين مش هيجرى حاجة. هو يعني هو مش كورس لازم ناخده كل سنة. بسكوتة فاضية خالص من جوه وهشة وجميلة جدا. وانت بقى عايزة تفنشي فيها فنشي زي ما انت عايزة، بشوكولاتة بمربى، اعملي اللي انت عايزة تعمليه. انا ما فيش افنش بسكوت السنة دي خالص، هعمله كده سادة بس. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.